في مصر جدل كبير يقف خلفه مطعم للكبدة في محافظة البحيرة، ويعود السبب إلى أن مجموعة من الأطباء الشبان على اختلاف تخصصاتهم افتتحوا هذا المطعم وعملوا فيه وفق جدول للمناوبات بعد انتهاء مناوباتهم وعملهم داخل المستشفى، مرتدين زي الأطباء في غرفة العمليات. البعض اعتبر ما قدمه الأطباء مهينا لمهنة الطب، فيما أشاد آخرون بالفكرة وبطريقة تطبيقها. وعبر الهاتف من محافظة البحيرة في مصر ينضم إلينا صاحب الفكرة وأحد المالكين لهذا المشروع الطبيب المصري مصطفى بسيوني. أهلا بك معنا في تفاعلكم، وريحة الكبدة واصلة لين عندنا. نريد أن نعرف من خلالك الفكرة، كيف أتت هذه الفكرة وما هي طرق تطبيقها؟ هي الفكرة ببساطة كلها الوضع الاقتصادي في مصر طبعا معروف ان هو وضع صعب شوية، والجميع بيحاول، جميع الشباب حاليا بيحاولوا يخرجوا بره فقاعة الاقتصاد ديت. فاحنا حاولنا كمجموعة شباب من الاطباء ان احنا نجمع بعضنا وان احنا نفتح بزنس يفيدنا كلنا في مسيرتنا. انا بشوف ان بشكل رئيسي ان الطبيب بيتعامل مع المريض لازم يكون في اقصى احسن حالاته النفسية عشان يقدر يؤدي افضل خدماته. وبالتالي انا شايف ان احنا او احنا كمجموعة اطباء شفنا لو احنا جمعنا وفتحنا بيزنس محترم قدر يوفر لنا دخل مادي قوي، وبالتالي هيقدر يحسن من وظيفتنا احنا في تقديم خدمة افضل سواء للجمهور عن طريق المطعم بتاعنا او عن طريق مهنتنا السامية اللي هي الطب. والموضوع لا يتعارض اطلاقا، ما بين، ما فيش اي تعارض ما بين الطب وما بين الاكل، الاثنين تابعين لوزاره الصحه عندنا في مصر. طب بس فعلا صحيح استاذ بسيوني كلكم اطباء وكلكم فعلا تعملون بهذه المهنه؟ طيب هو الفكره كلها احنا بنحب الاكل، احنا بنحب المطبخ، ومين ما بيحبش؟ الفكره كلها ان احنا يعني لما احنا اللي عاملين خلطات الاكل كلها، واحنا اللي مجهزينها وعلى اساسها فتحنا المطعم. لكن هو في معلومه مغلوطه بتشاع ان الاطباء نفسهم هم اللي واقفين بنفسهم بيعملوا الاكل في المطبخ. الكلام ده مش حقيقي. اوكي، الكلام ده معلومه مغلوطه نزلت في بالظبط المعلومه دي نزلت في احد المواقع الاخباريه، هي معلومه مغلوطه تماما. الاطباء اصحاب المكان، الاطباء هم العدد او البلك الرئيسي في الاداره، هم اصحاب الخلطات، هم اللي اصحاب الفكره كل حاجه. لكن اعطى العيش لخبازه، وبالتالي احنا في المطبخ جوه بقى عندنا شيفات متخصصين في تقديم الاكل الخلطات بتاعتنا، لكن هم ايه اللي بينفذوها وايه اللي يقدموها للجمهور. واحنا يعني تسويقيا شفنا ان الوضع الجمهور في مصر حاليا يعني بيقلق شويه من فكره تقديم الاكل في المطاعم، فاحنا حبينا ان احنا نظهر في افضل شكل صحي، وبالتالي اخترنا فكره السكريبت. بس ليش اخترت ثيم غرف العمليات؟ يعني حتى يشاع ان اسم المطعم سيكون غرفه عمليات، وزي غرف الجراحين في غرفه العمليات، يعني ما خفت انه هذا الشيء ممكن ينفر الزباين وان كانوا فعلا بيحبوا الموضة الجديدة في كل حاجة؟ اوكي، هو ده برضو يدخل تحت ضمن الدعاية المغلوطة اللي اتعملت لنا، ان المكان نفسه على شكل غرفة عمليات، ويصادف ان في نفس اليوم اللي طلع فيه الخبر دوت هو اليوم اللي احنا نزلنا فيه الديكوريشن بتاع المطعم. المطعم نفسه سيمبل جدا، بسيط جدا، ملوش اي علاقة اطلاقا بفكرة غرفة العمليات. غرفة العمليات هي متواجدة في المطبخ فقط، والمطبخ مكشوف للجمهور، طبعا في ازاز لكن مكشوف للجمهور. احنا حاولنا نخليه في شكل يطمئن الجمهور ان على نظافة الاكل جوه وطريقة التصنيع وطريقة الطبخ من اول ما تبدأ البروسس، من اول طلوعها من الثلاجات الى حين انها تدخل في بطننا بقى وناكل بقى. بس هي دي احنا طلبنا ان يكون في اطمئنان عشان نوصل رسالة. لكن هل الأطباء بنفسهم شغالين جوه المطبخ؟ لا. هل الموضوع مقصود ان هو يكون سخرية من مهنة الطب؟ ابدا اطلاقا، مفيش اي كلام. ده هي فكرة تسويقية غرضها نبيل جدا، وهي طمأنة الجمهور. جميل، يعني انت جاوبت على كل الأسئلة اللي كانوا الناس يستفسروا عنها في مواقع التواصل. نتمنى نشوف لكم أفرع أخرى وبثيم أكثر ابتهاجا، يعني مبادرة جدا جميلة للأطباء. شكرا لك ولتواجدك معنا. كان معنا الطبيب المصري صاحب فكرة وأحد شركاء هذا المطعم مصطفى بسيوني.